السلام عليكم. دونك السيد عطوشي صالح رئيس مدير عام لشركه تسويق المعدات والادوات الزراعيه، وايضا مسؤول على لا ديفيزيون تاع الماشين اغريكول اي بيش. المهمه تاع الشركه هذه هي تزويد الفلاحون بكل المعدات والالات الزراعيه اللي تسمح لهم باش تطور في الانتاج وتحسن في الانتاج والانتاجيه. وطبعا كاين فيما يخص لابيش ولا تصنيع الباخرات وباخرات الصيد البحري والى اخره. حنا باش نسمح للفلاح باش يقتني المعدات والالات الزراعيه، لان نعرفوا الان كنا 10 ملايين رانا 44 مليون نسمه، يعني 44 مستهلك. لازم نطور الفلاحه، لازم نطور الانتاج والانتاجيه، وباش نطورها ما كاش حل، المكننه يعني ضروريه. وفي هذا الميدان الدوله شافت باللي الفلاح كان عندهم بعض الصعوبات باش ينجموا يقتنوا هذه المعدات، دارت تسهيلات، وهذه التسهيلات هي فيها تدعيم من عن طرف الدوله. في الحصادات الجرار، دونك كما قلت الدوله خلق دارت تسهيلات للفلاحين باش ينجموا يشروا هذه المعدات والالات الزراعيه، وفيه تدعيم من طرف الدوله مثلا في الحصاده، تجديد الحصاده الدوله تعطيه 60% تاع التدعيم. فيما يخص الجرار تعطي له 30%، الجرار هو ليكيبمون دي باسون جينيرال، تعطي 30% هذيك، والمعدات اللي يمشوا مع الجرائد ايضا فيها 30% تاع التدعيم الدولة. هذا كيكون كيما نقولوا الفلاح وحده، اذا كانوا كوبراتيف والى اخره التدعيم يطلع، نسبه التدعيم تطلع طبعا. وثاني حاجه هو خلقت لو سيستيم دو ليزينغ اللي ما عندوش الامكانيات باش يدفع على خطر الكميه اللي تبقى ليه، عنده الامكانيه باش يكون عنده قرض عن طريق ليزينغ، هو ونود لاباط، دونك السيستم يمشي والى اخره. يعني ليزينغ ما فيش ليزانتيري، سي تا لوايو كي هذه بصفه عامه. هنا الان رانا في مادام رانا في بدايه 2022 باردون، البرنامج تاع وكي يزيدوا لها اطراق، لان عندنا الجرار القديم مازال يمشي، مازال نصنعوا فيه حوالي 2000 جرار سنويا، يعني عندنا قدر هذا في اونيكيب نجمو نوفروا 7000 جرار سنويا. عندنا القدره باش نزودوه بالاله المعدات اللي يحتاجها. وجنب هذا عندنا الشركه القديمه تاع سيما سيدي بلاباس مازال تصنع توسكي ماتيريال ديستيني او فوراج، دونك لي فوشوز دي روندونور راماسوس بريس سموا ريبوندور دونغري. مي هذا سموا ريبوندور دونغري سي تي نوفيل جينيراسيون، كنا نصنعوا الات، لان دخلنا في لان عندنا برنامج، هذه نخليها حتى النهايه ومن بعد نقولها. وعندنا شركه ثالثه هي اللي تصنع الحصادات، هي سامبو، هي شركه مختلطه جزائريه فنلنديه مختصه تصنيع الحصادات. بدينا بحصاده تاع 125 حصان، لابار دي كوب تاعها 4 مترات، دوك بدينا شرعنا في الانتاج تاع حصاده جديده تاع 260 حصان، ولابار دي كوب تاعها 5 متر ماء. وهذه الحصادات يعني مختصه لكل السريال، لي ليجيم ساك، المايس، الحمص، الكولزا. دخلنا في نوفيل جينيراسيون دو ماتيريال اب تو ديت كيما يقولوها البعض. ولكن القدره تاعنا ما تسمحناش، اون با دي بيرو دو ريشيرش ودي ديفلوبمون باش نخرج تراكتور احنا، ولا نخرجوا موسونوز باتوز، ولا درناها في اطار شراكه طبقا لقوانين البلاد. ولهذا كي نحكم تاع الجراء سي شراكه دون الكاب دو 49.1%، وداخل فيها اثنين شركات جزائريه فيها اطراف وفيها بي ام تي داخله في الكابيتال، وفيها ايضا طبعا الشريك الاجنبي عنده 49%. فيما يخص غالوتشو نفس الشيء، بي ام تي سي ام داخلين في الكابيتال، وغالوتشو داخل 49%. فيما يخص سامبو كانت ماهوش بيز نفسي، ولكن فيها المشاركين هي بي ام تي سي ام و سامبو فنلندا. والبرنامج مازال تاع التجديد، لان الهدف هو باش
كل المعدات اللي كنا نصنعها اولا نجددها، يعني ندو آلات عصرية على تاع، لأن عندنا هدفين. الهدف الأول هو الاستهلاك المحلي، والهدف الثاني هو التصدير. ولا التصدير كنا بدينا بسبيل المثال فيما يخص الحصادات، لأن باش نتكلم على التصدير أولا نبدا كما يقولون نتمكن، والله نتمكن في تصنيع الآلة، ثانيا في الاسعار تاعها، يعني نقلص في الاسعار تاعها، ومن بعد نمشي للسوق الاجنبي. الشيء اللي نجم نزيدو هو حنا نطلبو من الوزاره في اللي حابه تسرع لنا في لي نوفيل ديسيجن باش نشرعوا في الانتاج، يسهلوا لنا نوعا ما فيما يخص الاستيراد تاع مواد الماده الاوليه، لان حاليا رانا نشوفوا بلي فيه نوع من فيه اشياء ما يتمش كيما تبغي. ثالثا ننتظروا من وزاره الصناعه باش تعطينا لي زاغريمون لازمه باش نشرف الجرارات لا غراند بيسونس.